الدهشة، الانبهار والسعادة هي ما يعتلي وجوهنا عند مشاهدة ألعاب الخفة أو ما نود تسميتها بالسحر، لأنها تأخذنا إلى عالم سحري لطالما حلمنا فيه صغارا كنا أم كبارا. اليوم سنذهب إلى هذا العالم، أو الحقيقة أنه أحضرنا هذا العالم إلى استوديو الله صبحكم بالخير مع ضيوفنا محمد الرفاعي وعبد الله الترابي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. تعرفونا على حالكم بداية قبل ما نحكي عن ألعاب الخفة والسحر. طبعا محمد الرفاعي من رام الله، بشتغل في وزارة المالية، وعندنا برضو كهف في برج الساعة وبسوي عروض ألعاب خفة. جميل. اسمي عبد الله الترابي، بدرس قانون محاماة في جامعة أبوديس، آخر فصل إليه. سكان رام الله، الأصل نابلس. بيقرب لك حسن الترابي؟ حسن الترابي لا أكيد لا. للتوضيح بس لا يعني لا. عشان أنا سألتك قبل هوا يعني الاسم كمان مشابه، يعني كنا نعرف أنه في طبعا عائلة الترابي موجودة في نابلس. يعني أهلا وسهلا فيكم. أكيد أنا أسألكم عن ألعاب الخفة، يعني أنتم جايبين معاكم شدة، بكم تحكوا لنا تاريخيا يعني كيف بدأت معاكم، كيف بدأتوا تمارسوها؟ تفضل محمد. طبعا ألعاب الخفة كانت بالأول كتسلاي اللي كنت أسوي بعض الألعاب إنه في الشدة أتسلى فيها. والوقت التالي بعدين إجاني ساحر من عرب إسرائيل وكان يعمل حالة إنه هو ساحر وهيك، فكنت أحاول إنه أكشفه وهيك تمنه تحداني. وصار يحكي لي طيب لا علمني لعبة من اللعب، هدول ثلاث ألعاب أربع ألعاب شدة كانوا غريبين شوي. صرت أحكي لي صعب أعلمك إياهم، كان لي هاي تفاهة قدام أصحابك. قلت له أوكي تفاهة قدام أصحابي بس كمان شوي ممكن تكون شغلي. فتحديت حالي من يوميتها، قعدت 5 سنين تقريبا تدريب مع حالي، ما حد بيعرف عني إنه بسوي هيك أشياء، كنت أتدرب لحالي في الشدة فقط لمدة 3 سنين بس في الشدة. بعدين حسيت إنه الشدة خلص صارت موضة قديمة لي، وبلشت أتدرب على أشياء مادية، أي إشي أكون ألاقيه قدامي. طبعاً بقدرش أسافر أجيب أغراض من برا، فصرت أي إشي أشوفه قدامي ألعب فيه، مصاري، دخان، أي إشي أشوفه وراك، محارم، خواتم، أي إشي أشوفه قدامي بلشت ألعب فيه. أنت حكيت لي بالك على خواتمك اللي بالضبط. طيب هلا بدنا نشوف إيش بدك تعملنا محمد، بس بدي أسأل عبد الله قبل، يعني هل ألعاب الخفة مرتبطة بذكرياتك؟ وإحنا صغار دائماً كنا ننبهر بهذا السحر ونسميه سحر، هو يمكن مش سحر على الآخرة. هلا إحنا كشباب أكيد نضلنا في الهواء ونلعب شدة وهيك يعني، فالشدة بتكون موجودة معنا، فنشوف خدع كثير بيعملوها ناس من العالم، فبنحب إنه نطور هاي الشغلة، نسوي إنه نصير إحنا نعمل الخدع. خدع بصرية. خدع بصرية يعني. تمام. طيب بدكم تورجونا إشي؟ طبعا نبلش في خدعة عندي. أنا مجهز لك هون، فيك تشوفيهم. علي أنا الضحية. كاميرا. ما في ولا أي شيخ موجود بالشدة غيرهم. تمام. هلا حطلب منك تصفطيهم زي ما بدك، ترتبيهم. ترتيب يعني خفيف. ترتيب خفيف. زي ما بدك. طبعا رح نشوفهم. رح نشوفهم بس زي ما بدك. أوكي. تمام. غلبت فيهم. هلا الخدعة هاي رح أشترك فيها أنا محمد. تمام. إحنا عندنا هاد أول شيخ، الشيخ الثاني، الثالث، الرابع. أوكي. الشيخ الأول من حطيناه آخر كرت. الثاني حندخله، الثالث صفوا بعاد عن بعض صحيح؟ عند الشيخ الرابع فوق. حط له محمد، يعمل حركة بسيطة محمد تفضل. طبعا كل شيخ بعدات عن بعض، بس راح نشوف هلا الشيخ الأول إذا لسه مكانه، نتأكد منه كمان مرة مزبوط. طيب بدي إياك بس حركة سريعة هيك تسويها وتخلي الشيوخ كلهم يرجعوا زي مكانه. هيك بنعتبر إنه الشيوخ كلهم رجعوا فوق، فيش أي شيخ طبعا بالنص، عشان نتأكد طبعا هاي الشيوخ وجميع الشدة فيش فيها ولا أي شيخ. بالتأكيد طبعا فكر إنه فيها 4 شيوخ زيادة. طيب محمد يعني شو اللي عملتوه؟ يعني هل هذا له علاقة بعلم النفس، بالوهم اللي
انت بتوحيه ل طبعا له علاقه بعلم النفس. نقدر نسيطر على عقلك الباطني. هاي هي عباره عن لعبه خفه، الاشياء اللي انتم كلكم متوقعينها انه هدول الشيوخ يضلهم في النص، بس انا بخفتي ارجع الشيوخ كلهم بمكان فوق. خدعه بصريه طبعا خدع اسمها بصري. ما هي تشوفي شو الحركه اللي سويتها من كتر ما هي تكون قويه. هاي هي الخفه. لعبه الطيران برضه بيلعبوها برا، كيف يطيروا، كيف يقسموا بني ادم. هاي هي طبعا احنا مستحيل نتهيأ انه بني ادم يطير، فلما نشوفهم بيطير فمستغرب لانه عقلك الباطني بيدخل بيسيطر على هاي الشغله. طيب ما بتقدر تشوفها. بتقراوا يعني هذا هاي تفاصيل يعني هل كمان في يعني كدراسه؟ انا علم النفس كدراسة علم النفس أنا مش درسها طبعاً، بس كمبدأ قراءة عيون إنه أعرف نظرة عين البن آدم، أعرف كيف بدي ألعب معاه، أعرف كيف النظرة تاعته شو راح يختار تقريباً، بقدر أسيطر عليه من تقريباً نظرة عينه، لون عيونه، شخصيته كاملاً كيف بكون بقدر أسيطر عليه. وكمان بعتمد على لغة الجسد للشخص اللي عم بيقوم في هاي حركته. الخدعة أو الحركة. عبد الله وين بتعملوا هذه الأشياء؟ يعني بلشت زي ما قلت يمكن بلشت مع بالشارع يعني. أو بالشارع يعني. بلشت بالشارع بنعمل لكثير ناس يعني، فالناس بتشوف الإشي كثير حلو يعني، فبنحس إنه من عمال نفرح العالم في إشي، فإشي كثير حلو. جميل. طب تكمل كمان إشي؟ أورجيكي كمان لعبة هيك سريعة. هاي كمان شدة احتياط. رح تختاري أي كرت بدك إياه بتورجيه للكاميرا، ممنوع نشوفه. بتحطي الكرت على الطاولة، ممنوع أنا حتى ألمسه. تفضلي. أي كرت؟ أي كرت بدك إياه بتختاريه بتورجيه للكاميرا. وأنتوا ما تشوفوه؟ لا ما لازم نشوفه. أوكي. بس اوكي تن الكروت نحطهم فوق. هاي بدي ارجع بس ارجع افرجيه للكاميرا. مش اي مشكله عشان وانتم غمضوا عينيكم. جاهز؟ يلا. طبعا معي هان علبه زي ما انتم شايفين، راح اختار كرت. انت اخترتي كرتك هذا، انت حره فيه. هذا هو كرتك؟ لا مش شيخ؟ متأكدين؟ اوكي راح امسك الشيخ واحطه هون. ممكن بس زوم هون، زوم عليها. تمام. هاي الشيخ طبعا زي ما انتم شايفين، راح امسك هيك اعتبر انه الكارت بايدي، طبعا فيش اشي بايدي بس وهمي. بعمل واحد اثنين ثلاث، بعمل هيك فبيطلع لك الكارت اللي انت اخترتيه. لا هذه خيال. مش معقول. طبعا في ناس كثير بيحكوا لي طيب الشيخ اكيد جوا محطوط جوا، بحكي لهم لا بدي اورجيكم شغله بس. احكي له وقف. احكي له وقف. نعم احكي له وقف. كيف وقف بالضبط؟ افتح الكرت اللي اخترتيه محل ما حكيت لي الوقف، بتلاقي الشيخ تاعك اللي انت اخترتيه. لا هذا سحر. هذا مش معقول. يعني بالفعل اول واحد اول واحد الرقم 10 كان 10 شجره. طب كيف عملت الحركه هذه؟ انا طول الوقت مطلع عليك يعني. هاي العشره اللي اخترتيها هذه مش مساله خفه، هذه فيها شيء غريب. يعني راح نخربط الكروت. هاي شغله سريعه عشان تكون عارفه، هاي راح نخربط الكروت. تمام شغله سريعه مش مهم. العشرة تاعتك تعرف وينها؟ لا. ممكن تحكي له وقف؟ وقف. اسحبي شوفي العشرة تاعتك طلعت لك ولا لا؟ اوكي بدي اياك تحطي لك 10 هان عشان نتاكد منها. العشرة كمان مرة. العشرة مضبوطة؟ طيب بدي اياك انت تدخليها جوا. طبعا صارت 310. مش معقول. لا مش معقول. شغلة برضه سريعة هيك. طب يعني جماعة شباب اللي موجودين صدقوا يعني كيف هذه كانت غريبة. طب أنا ما كنت متفرجة عليك يعني، بس أكيد في حدا كان شايفك. هذا توهيم طبعا، كيف أوهمك إن العشرة موجودة وكيف تصير العشرة بتمي؟ أنت الحين تحطها بتمك؟ أنا مش عارفة بالضبط. ما هي عم بدققك على شغلة وأنا بسوي شغلة ثانية بكون أنا بدي إياها مش أنت بدك إياها. هي كثير كثير حلوة. كمثال حكيت لك عن الخاتم، أعطيني الخاتم أشوف. لا خواتمي لا. لا خاتم سريع ترجع لي إياهم ذهب. اليوم يعني لابسه الذهب. الذهب هذا؟ اه. فيش فيه أي ألماس؟
لا مش الماس. لا بخاف من الذهب، بزبطش، بدنا شيء ثاني غير الذهب. رشي معي الخاتم. هاي الخاتم تفضل. رشي معي. محمد شكرا شكرا على حسابك يعني. في مجال نعمل لهم خدعة للجمهور؟ فيش مشكلة طبعا، لعبة للجمهور. شدتك؟ هاي شدة موجودة. خذ هذه الكارت. امسك انت. فين الشدة الثانية محمد معك؟ هاي العدة انا لازم تكون معك. هاي بطل كاش طبعا الشنطة. محمد هلا حيطلب منك تحكي له ستوب عند اي كارت انت بدك اياه توقف عنده. تمام؟ هاي الشده؟ هاي الشده بس خربتها، عم بتاكد شو بضمنكش. اوكي بدي اياك تحكي الستوب. ستوب اسحبي، مش مشكله الكروت هدول احسن زي ما تفرجينا اياه. اوكي خليك قدامك بس ورجي الكاميرا بعد ما تورجي. تمام جاهز؟ تمام. شو مش مشكلة. هل هذا كرتك؟ البنت أكيد مش هو صحيح؟ لا. تمام حمسك البنت أنا، خليها أحطها هون. تمام كرتك معك هان؟ هذا. وعندنا هان بنت. هون عندهم بنت. كرتك مش بنت؟ لا. طيب جبنا لك معنا هان، جبنا لك إذا حابب تتسلي، جبنا لك شيبس. في مجال تفتح لي شيبسات؟ لا أنا ما أمسك الشيبس. لا هو مجال جواته شيء. افتح الشيبس أشوف. مسكر طبعا بس التوضيح بالضبط. شوف في كرت جوا شيء؟ في فضي. هذا اختيارك؟ هذا. طيب سؤال بسيط، ايش عندنا هون؟ البنت. البنت ممكن ناخذ البنت هيك، ايش بتصير؟ هذا هو الكرتك برضه؟ هذا اللي بنسميه السحر. مش معقول يعني، كيف عملتوها طيب؟ كيف دخلت ورقة الشد جوا الكيس مسكر؟ بدي اورجيكي شغله زي ما حكيت لك قبل شوي، علم النفس. لعبة بعلم النفس. آلة حاسبة. ما كنتش محضرة حالي على فكرة للمفاجآت هذه. رح نختار رقم. افتح الآلة الحاسبة هيك، يلا خليها. طب هناك انا هالآلة الحاسبة هي اللعبة بشار بعدين. اللعبة هي زائد وناقص. آلة حاسبة هذا شو الرقم؟ 2. بالضبط رح نمسك الرقم 2 هذا ونخليها. بدي اياك تحطي رقم براسك من 1 لـ10. اوكي حطيت. احكي. 5. 5 هذا اختيارك. مزبوط. عندنا هان اكثر من كرت طبعا زي ما انت شايفة. كم شخص احنا بنلعب؟ 2. 2 زائد 5 7. 7 عندنا هان رقم 7؟ لا عندنا الرقم 5، بس 5 شو؟ الشجرة اللي أنت اخترتيها. 5 مش مشكلة، بنحط الـ5 يعني طبعا هي بتتغير لـ5 كبة. تمام؟ هذا اللي أكثر الناس بيختاروه. احنا 2 بنزيد هلا على الـ5 كم قديش؟ فرجينا إياها بس لو سمحت على الكاميرا كيف تحولت؟ هي على الكاميرا طبعا. هلا بدنا نزيد، هلا لعبة الآلة الحاسبة. شو اخترنا احنا؟ رقم 2. انا وياك نلعب وانت اخترتي 5. 2 زائد 5 7 مفروض. بالضبط عندك كانت 2 زائد 5 7. بس شوي هو احنا راح نوسخ لكم شغله سريعه هيك. جبت لك معي هاي مفاجاه برضه. يوم المفاجات هذا. طبعا الناس بيمسكوا السجاير وبدخنوا فيهم، ما بعرف انه الدخان له فائده برضه. هي تبع الدخان طبعا. راح امسك منها شويه. شايفه؟ راح احطها على ايدي هان واعمل هيك. شو الرقم طلع لك هان؟ الرقم 7. 7 الرقم 7 اللي انت اخترتيه. تمام احنا حطينا هان 2 وهان 7 وهان 5. ممكن تفتح الرقم اللي حطيناه هان. شو صار عندك برضه؟ خلينا يكون 7. راح يصير برضه 7. لا انا مش مصدقه هاي خفه. هاي طبعا خفه. حتى اورجيكي شغله بتدخني؟ لا تدخنيش. شو رايك؟ مش معقول. تشوفي شغله في السيجاره هي طبعا. عم تدخين على فكره بالاستوديو. لا بدناش نضويها طبعا، انا بعرف عشان هيك ما جبت معي خصوصي السيجاره هي. كيف ادخلها براسي؟
تمام، بمسك السيجارة هيك بحطها بإيدي، بعمل هيك بتطلع من هاي الإيد فبتختفي من هنا. تمام، شغلة سريعة تانية، بتمسك السيجارة لما أطفيها قدام مديري طبعاً، بمسك السيجارة برميها على الأرض، بعمل هيك، بعمل هيك برضو بترجع لي السيجارة. مش معقول. هاي شغلة سريعة. هاي الحركات لازم أعلمها للشباب إذا بدخنوا يعني في بضربوا علي بعدين. هاي كمان. مش معقول، أنا بطلت يعني شكيت في تركيزي. كتير كتير حلو محمد وعبد الله، قديش بتحسوا كمان تفاعل الناس معاكم، ردود الفعل يعني زي ما حكيت في بداية المقدمة، الانبهار يعني الانبهار بالزبط. بهذا الإشي اللي عم تعملوه كيف بيعطيكم طاقة عشان تستمروا؟ طبعا أول إشي الناس بعطونا طاقة، منهم انبساطهم، وأحلى إشي الأطفال إنهم لما يكونوا مبتسمين بهيك أشياء بنحب هذه الابتسامة، فأنا باخذ طاقتي من الناس. إنه لما أشوف الناس متشجعين بتشجع بزيادة للعب، ولما ألعب مع الناس بحس إنه مرات فيها تحديات، فبحط إنه جائزة مثلاً لأي واحد بيكشفنا وهيك، فبصير فيها تحدي بزيادة، بصير فيها متعة بزيادة. والناس كانت تسألكم إنه كيف عملتوا هيك؟ بالضبط. زي ما أنا بقول يعني إنه شو هذا، سحر ولا شو؟ لا طبعاً خفي هذا. هذه يعني طبعاً أسرار. أورجيك شغلة. كيف عقلك الباطني طبعا عشان تكون عارفه. هات الخاتم الثاني مره ثانيه، على فكره الثاني الماس. الثاني الماس. لا بمزح. هات الخاتم طبعا، هذا الخاتم لك مش لي. ما بقدر اسوي فيه شيء. اعمل ايدك هيك بالضبط، بقدر هذا الخاتم ياخذ من ايدك طبعا بقدرش. هاي الخاتم ركزي فيه منيح. اوكي راح امسكه 1 2 3 4، بخطف الخاتم من هون وبصير هم. طبعا عقل الباطن هاي كنا زمان لعبها للصغار، نعمل هيك عن الايد. هاي الخاتم كمان مره 1 2 3 4، تعمل هيك بتختفي من هنا بصير هم. مش معقول. هاي شغله طبعا. طب رجع ذهب، هو كان الماس يعني. بصير ذهب. انا باخذ الالماس اللي جوا. جميل جدا. يعني قديش كمان عم تطلعوا مثلا على تجارب ثانيه؟ طبعا. بيكون عندكم عبد الله احكي لنا مثلا اذا بتتواصلوا بتطلعوا يعني على ثقافات مختلفه، يعني هلا في كثير هذا كمان مجال السحر مفتوح وواسع، وفي اشياء مبتكره. بنصنا شيء واحد يعني، خلينا نحكي هلا بصراحه، احنا هون بفلسطين اكيد كلنا نعرف فيش عنا امكانيات، بنلعب بشدات بسيطه يعني، العاب بسيطه ما في اي شيء، الخدعه الخارقه اللي بسموها يعني كمان. فكتير ناس بيجوا بيحكوا لنا انه كريس انجل عماله بيعمل خدع وهيك، ليش انه يطبق انه عمل زي خدعه كريس انجل؟ هلا اوكي تمام، كريس انجل بيعمل خدع والناس بسموه ساحر، بس انا بالنسبه لإلي اعطيني امكانيات كريس انجل وشوف مني اكثر من كريس انجل. ما تحكم علي من في شيء بسيط. ما في امكانيات، ما في دعم، ما في دعم، ما في اي شيء. طبعا طلعنا قبل مره على التلفزيون غير وهيك، وطلعت مسؤولة وهيك، بس على الفاضي برضو ما صار معنا إشي جديد. لأنه كلهم بدهم يستفيدوا بحسهم وهيك، بدهم مش إنه مش مهم عنا هذا الشخص، المهم نستفيد منه. هذا اللي بحسه أنا من الناس. أنا بالنسبة لي طبعاً أي إشي بلكي مادياً بسويه. في لعبة سواها أحمد البيض، سواها غيره، اللي هي لعبة الطاولة الطائرة، بيمسك منها شرشف وبيخليها تطير. هاي اللعبة كانت بخترع عليها من هان لشهر بتكون جاهزة، الطاولة الطائرة. طبعا هذه ما انا قاعد بشتغل عليها ان انا اخترعها، لان ما بقدر اوصل لبرا واجيبها. في لعبه الارنب، كيف تطلع الارنب من الطاقيه. في لعبه الحمامه اللي هي عباره عن محارم، تصير حمامه. واللعب هدول قاعد بشتغل عليهم انه يكون جاهزه، خلال شهر بكون طبعا جاهزين انه اقدر اسوي عروض، مش عروض بسيطه طبعا، عروض كبيره. يعني انت عندك طموح يعني، او عندكم طموح في هذا المجال وحابين تكملوا فيه يعني على الرغم من الاحباطات اللي عم بتواجهوها؟ 100%. يعني شو الرساله اللي ممكن تواجهوها؟ يعني احنا عم نحكي عن الدعم، عم نحكي عن التبني، للاسف يعني كمان مثل هذه الالعاب يعني ما في لها مجال يمكن في مجتمعنا، فمع انه كمان احنا يعني زي اي مجتمع ثاني بننبهر وبننبسط على الاشياء. فهتصبحوا توصلوا يعني عربيا، تقدروا تطلعوا طبعا يعني هذا كمان بفتح لكم مجال. بحاول انه على هاي الشغله انه اوصل لمستوى، بس ان شاء الله انه اقدر اوصلها، لانه الصعب الخروج حتى خارج المدينه هاي الا عن طريق دعم. نعم. والدعم مش موجود، فبدي احاول قد ما اقدر انه خلص بطلت اوثق انه هذا راح يساعدني، حتى لو اجى علي وكان لي راح اساعدك خلال اسبوع
تكون جاهز، مش راح اوثق انه راح يساعدني لانه خلص فيش امل انه يساعدني. صار لي تقريبا 7 سنين على هاي الشغله. بحاول حدا يوصلني. صار لا لازم يكون دائما عندك الامل. صحيح. عبد الله في نفس الوقت يعني ما بنفكر نطلع دوله برا الا لما نكون احنا كاملين جاهزين، عندنا كامل يعني كل حقوقنا تكون موجوده، كل شيء، نكون ناس نقدر نسافر على اي دوله، لانه زي ما بتعرفوا جواز السفر الفلسطيني مش مسموح دول محدده، ممكن تسافر وممكن لا. فان شاء الله خير ان شاء الله. شكرا لوجودكم معنا. كنت حابب اضيف شيء بالنهايه محمد؟ كل شيء تمام. شكرا كثير لكم، امتعتونا بالفعل. بالفعل استمتعنا بوجودكم وادخلتوا سعاده لنا، يعني رجعنا زي كانه احنا صغار، يعني الصغار والكبار بيحبوا هاي الالعاب. بنتمنى نشوفكم يعني كمان على المستوى العربي والعالمي. شكرا لوجودكم معنا. ان شاء الله. اهلا وسهلا. مشاهدينا بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا في هذا الصباح. اكيد بنشكر كل الضيوف اللي رافقونا اليوم، نتمنى تكون محطاتنا قد نالت اعجابكم. بنكرر نصائحنا يعني فيما يتعلق بالجو، وبننصح كل الاشخاص اللي بيعانوا من امراض تنفسيه او ايضا حساسيه في العيون عدم التعرض للغبار، وكمان فيما يتعلق بالسياق الانتباه بسبب تدني الرؤيه على الطرقات. هذه تحياتي انا لكراجه وفريق العمل، الى اللقاء.